لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. أهلا. أيوه. يعني قصدك ان حماده ما يتحبش يعني من كل دول؟ امال ايه يعني؟ ده ابني وانا عارفه. كمان حاجه ثانيه في شخصيتك انت وانت بتمثل، انا دايما على مدار السنوات اللي فاتت كنت بتابعك وشك، ودي حاجه مستغلوهم ومشكورهم عليها. كبير استاذ احمد بتيجي، انا زعلت انك متاسفه في المسلسل. احسنت. استاذ احمد بقى نخش اخر لا ما تقليش حاجه، لا لا خير والشر. لا هو قال سؤال مهم جدا، ده يفرق المداح في مشوارك الفني؟ حاسس ان دي مرحله؟ هو ده السؤال المهم. والله طبعا، يعني انا حاسس ان ده، ان انا كان امنيه حياتي من زمان ابين للناس، كل انسان عنده يعني حاجات كتير قوي مستخبيه. انا حصلت دي في فيلم من افلام انا عملتها، كان فيلم حلم العمر، بس دايما المنتجين عندهم وجهه نظر، ودايما احنا طول الوقت غصبا عننا بنسمع الكلام عشان نشتغل. ان والله طب احنا ليه ما نعملش لايت، ليه ما تعملش فيلم لايت ونعمل موضوع مش عارف دمه خفيف؟ تمام. طب ليه؟ طب يا جماعه طب ما احنا مش عارف ايه. الوحيد اللي حمسني كان بدايه من حلم العمر كان محمد السبكي، ومش هنساها له دي، حول من مطرب لملاكم، وكان الموضوع فيه شجن كبير قوي. بس برضو طول الوقت ان الناس تقول لك طب يلا بقى نعمل الحاجات اللي هي الخفيفه وبتاع. في المسلسلات كان بيحصل ده، بس انا كان نفسي يبقى مسلسل بجد، يبقى الموضوع من اوله لاخره طول الوقت هو مود غريب كده. والحمد لله حصل في المداح، وربنا كرمنا، لان كان وارد جدا ما يعجبش الناس، وارد ان انا ما ينفعش يعني الموضوع ده على شعره، المداح ده على شعره اللي بيقعد يتخيل حاجات ويقول لفلان لا ان ده هيحصل له، ابعد عن ده، ده ممكن يقلب كوميدي على فكره. ده لو الموضوع دي كانت شعره، دي برضو بترجع للامانه للاساس في الحته دي كمخرج، وكان هو اللي زي ما بيقولوا كده مقياس الحراره، يعني هو اللي ظابطنا بالامانه يعني.